يعني فيلسوف فرنسي. يعني لا تتعجب مثلا، يعني هذا موضوع اخر يعني حتى نعزز به الكلام، ان يكون قسيس مثلا بريطاني، مو بنفسه يتكلم، قسيس بريطاني يدخل الاسلام بسبب طفل مسلم هو قسيس. وهؤلاء القساوسة تعرفون يعني باطلاعهم وقراءتهم الكثيرة، يعني هؤلاء القساوسة ليسوا بالأمر الهين، يعني هؤلاء يقرؤون كثيرا، يعني يخبر عن بعضهم بأنه يمكث يوما كاملا يقرأ فقط، معتكف في كنيسته يقرأ فقط في الكتب يوم كامل من الصباح اليوم الثاني الصباح، ويقرأ فقط ليس عنده عمل آخر، فلديه من الثقافة والمعرفة شيء كثير. لكن هذا القسيس بنفسه يتكلم أنه دخل الإسلام بسبب طفل صغير، أن هذه الفطرة البشرية هكذا، فطرة بشرية. فهذا فيلسوف فرنسي تعلم اللغة العربية لأجل أن يعني يوجد تناقض في القرآن الكريم، أو يبحث عن تناقض في القرآن الكريم، فبدأ بالقراءة، قراءة قد يكون قرأ القرآن إلى أن وصل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية استوقفته وقال: أول مرة أرى مؤلفا يتحدى غيره أنه لا يجد في كتابه إيش تناقضا، ودخل الإسلام. طبعا كيف هذا حصل له هذا؟ الله أعلم. طيب، لكن هذا ما وقع له، وهو يتحدث عن نفسه، هذا فيلسوف فرنسي يتحدث عن نفسه ودرس اللغة العربية.